ظلمت سنة من أحيا الظلام إلى أن اشتاكت قدماه الضر من ورامي وشد من سغاب أحشاءه وطوى تحت الحجارة كشحا مترف الآدم وراودته الجبال الشم من ذهب عن نفسه فأراها أيام شمامي وأكدت زهده فيها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام فكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم نبينا الأمير الله فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديام وواقفون لديه عند حدهم من نقطات العلم أو من شكلات الحكام فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء النسام منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم دعمت دعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظام فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمام لم يمتحن حرصا علينا فلم نرتب ولم نهم أعيا الورى فهموا معناه فليس يرى للبعد والقرب منه غير منفحم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتكل الطرف من أمامي.
وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم النيام تسلوا عنه بالحلوم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلام حتى إذا طلعت في الكون عما هداها العالمين وأحيت سائر الأمم أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همام كأنه وهو فرد في جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشام كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم لا طيب يعدل طربا ضم أعظمه طوبى لمنتشق منه وملتثمين